عارفك انك لما اتفرجت على التشكيل بتاع تشيلسي في البدايه قلت ايه ده اسبليكويتا بيلعب ناحيه اليمين ازاي؟ طيب مش هنهاجم من ناحيه اليمين عادي، ناحيه الشمال ماركوس الونسو، لا ده الونسو مش موجود، ده اللي بيلعب النهارده بن شيرويد. ايه ده احنا هنضحي بيمين وشمال؟ يا عم مش عايزين نعمل بروفات لريال مدريد، احنا جايين النهارده نلعب قدام وست هام. يا جماعه ما ينفعش كده، احنا ننزل نهاجم وست هام على طول. غشيم، ما بتحترمش الخصوم انت. عارف وست هام يونايتد اهم لعيبه موجودين هم اللي بيلعبوا ناحيه اليمين وناحيه الشمال، يعني دورت مثلا هتلاقي ان جيسي لينجارد بيلعب ناحيه الشمال، فانت تحط ايه؟ واحد بيلعب ناحيه اليمين مش بيعمل هجمات هجوميه كتير زي مين؟ سيزر اسبليكويتا، ده اللي هيعرف يقابل جيسي لينجارد لان الراجل مميز دفاعيا مش هيهاجم كتير. طب الناحيه الثانيه بن شيرويد بيلعب ليه؟ علشان خاطر جريد بون. جريد بون ده لعيب مميز جدا من لعيبه ويست هام السنه دي، وبرده بيقدم موسم ممتاز هو جيسي لينجارد، تقريبا كده تسع اهداف جيسي، تسع اهداف بون. يعني معنى كده ان انت بتواجه اثنين اطراف يخوفوا وتحتيهم موجود بابلو فورمز. ساعدك بصراحه ان انت غياب كوفاتيتش ساعدك انك تحط زحمه في نص الملعب مع وجود جورجينيو ومع وجود نجولو كانتي. وجود كوفاتيتش بيخليك تلعب كوره، بس النهارده كوفاتيتش مش موجود وانت مش محتاج تلعب كوره، لان انت هتواجه نص ملعب قوي في سوشيك وفي مارك نوبل، وهتتخانقوا على مين اللي هيسيطر على الجيم، لان ويست هام عندها دوافع زيها زيك ان هي تكسب علشان خاطر تقترس المركز الرابع وتلعب دوري ابطال اوروبا. بس انت كنت صايع وعارف ان انت قوه لعيبتك في نص الملعب سواء كانتي او سواء جورجينيو اقوى بكتير جدا من لعيبه ويست هام سواء نوبل او سواء كمان سوشيك اللي برده جايب 9 اهداف مع اللعيبه اللي على الاطراف سواء جيسي او بون، هما الثلاثه جايبين 9 اهداف. فمعنى كده ان انت محتاج ان انت تقلق شويه من ويست هام، وده فعلا توماس توخر كان عامل حسابه، وده توماس توخر كان مذاكر ويست هام كويس، ما كانش بيحضر مباراه ريال مدريد ولا اي حاجه، الراجل بالعكس تماما هقفل المساحات، ده اللي ممكن اعمله في مباراه ريال مدريد، انما لما اخلص قدام ويست هام الاول ارجع افكر في ريال مدريد. وجود موسو مونتو وجود كريستيان بوليسيتش قدامهم تيمو فيرنر، مشكلته الوحيده مع تيمو فيرنر، لان تيمو فيرنر مش مهاجم هيقدر ياخد لك النص فرصه ويسجلها. هتقول لي لا الراجل النهارده جايب جون، هقول لك الجون منه 95% الكروس العالمي اللي عمله له بن شيرويد. بن شيرويد عمل له كروس بيقول له الجون فاضي، شوط لا فيه فابيانسكي ولا اي حد هيقدر يطلق شوط وهات جون واخلص. وفعلا تشيلسي بيسجل هدف الاول علشان خاطر ويست هام هو اللي مجبر ان هو بعد 1-0 خلاص لعبت ويست هام الشوط الاول بيسرقهم. التصويبه بتاعه موسو مونتو ابداع، اللي بيقدمه مستوى موسو مونتو الايام دي مستوى خرافي من لعيب مميز، اتمنى ان هو يفضل يتطور الى ما لا نهايه. هو راجل بيصوب تصويبه عالميه بتصدرها فابيانسكي اللي بيحطها قدام تيمو فيرنر علشان خاطر الكره خبطت في ديل اثنين وهو بيطلع، فخلاص تيمو سجل الثاني بقى وخلص المباراه، تيمو فيرنر بيطلعها بره. خلينا توماس توخيل كان هيتشلل، هو يا ابني خلص الماتش 2-0، الموضوع بقى بالنسبه لنا سهل، الشوط الثاني ندخل للشوط الثاني 2 احسن من 1. دخلنا الشوط الثاني 1-0 لتشيلسي، لعيبه ويست هام بقت خلاص مجبره ان هي هتطلع تهاجم، بس المنظومه الدفاعيه المميزه اللي بيقدمها توماس توخيل مع تشيلسي كانت كفيله ان هي تقول لويست هام مش يقدروا ان انتوا تتعادلوا، حتى لو عملتوا ايه؟ الموضوع صعب جدا انك تفكر تتعادل قدام فرقه بتطبق ال 5-3-2 او ال 5-2-3 بطريقه مميزه جدا، الخمسه اللي في خط الدفاع الثلاثه اللي احنا متفقين على وجودهم روديجر وكمان كريستيانسن وموجود معاهم تياجو بيرجع لهم من على الاطراف بن شيرويد وبيرجع لهم اسبليكويتا علشان خاطر يبقى خمسه في الحاله الدفاعيه مع اللعيبه اللي بتنزل من نص الملعب سواء كوفاتيتش مش عارف حد ليه معلق مع كوفاتيتش جورجينيو او نجولو كانتي علشان خاطر تلاقي ان في اثنين تحت ومفترض الثلاثه اللي قدامهم موسو مونتو وتيمو فيرنر وكريستيان بوسيتش يساعدوك في الهجمات المرتده، وده فعلا اللي كان بيلعب عليه السيد توماس توخيل بعد الهدف الاول. قدر ان هو يروح مرتدات كتير؟ قدر، بس تيمو فيرنر ما كانش قادر ان هو يسجل. مع التغييرات اللي كان بيعملها الناحيه الثانيه ديفيد مويس خلاص سعيد بالرحمه لانزيني، محتاج ان انا اطلع مارك نوبل علشان خاطر محتاج لعيب يهاجم في نص الملعب زي لانزيني، محتاج ان انا انزل سعيد بالرحمه علشان خاطر محتاجه النهارده ضروري، فطلعت بابلو فورنس ونزلت مكانه يلعب جيسي لينجر تحت ويطلع سعيد بالرحمه قدام هو وبوم. ومع ذلك برضو تشيلسي واقف ثابت، تشيلسي خلاص هنغير التغييرات، ننزل حكيم زياش ويلا نحاول ان احنا نمسك الكوره شويه، نحاول ان احنا نخف الضغط اللي موجود على خط دفاعنا، بس المباراه بنقضيها زي ما احنا عايزين، لحد بيجي الطرد ده تقدر تقول عليه كده في كلام كتير لان الراجل ما كانش فيه مساحه ان هو يشيل رجليه
قدام بن شيرويل. فالراجل عادي اضطرد، خلاص المباراه بقت سهله جدا، واضح ان انت خلصت المباراه وخلصت الدرس اللي كان عليك النهارده، درس ان انت تعرف تخلص على ويست هام وبعدها تفوق لريال مدريد على رواقه. لو قلت له مباراه النهارده بروفل مباراه ريال مدريد تضييق المساحات والتشكيله اللي ممكن نلعب بيها مباراه ريال مدريد، قال لك توماس توخيل لكل مقام مقال، الوقت بتاع مباراه ريال مدريد ممكن يفكر في افكار تانية خالص مناسبه لريال مدريد، انما افكار النهارده وتشكيله النهارده كانت لمباراه ويست هام فقط، ما كانتش مباراه ريال مدريد. وهو عارف يكسب الجيم، عارف يكسب تحدي نص الملعب، ان انا سيطر بلاعبتي كانتي وجورجينيو هيقدروا ان هم يكسبوا رهان نص الملعب، ورهان المرتدات هنقدر نكسبه بمونت وكريستيان بوليسيتش وتيمو فيرنر، والراجل فعلا بيقدر يكسب المباراه وبيقدر ان هو ياخد الثلاث نقط اللي بتخليه يوصل للتوب فور. التوب فور اللي تقدر تقول كده ان لسه تشيلسي ما يرتاحش قوي، لان في خناقه كبيره جدا تشيلسي هيخلصها في نهايه الدوري، ليستر ليستر سيتي وارسنال، ثلاث ماتشات موجودين صعبه جدا في الخمس ماتشات الباقيين. بس صديقي تشيلسي في الماتشات الكبيره ما تخافش عليه، ما ان تشيلسي في الماتشات الكبيره ما تخافش عليه. فالف الف مبروك ليك الثلاث نقط، مش تخسر حاجه لو عملت سبسكرايب للفيديو عجبك، او عملت لايك للفيديو عجبك، او عملت ديسلايك للفيديو ما عجبكش.